قدم المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني الكرة الذهبية التي توج بها كأحسن لاعب جزائري لسنة 2013، والتي نظمتها جريدتي الهداف ولوبيتور، لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال الحفل الذي نظم بإقامة جنان الميثاق لتسليمه الكرة الذهبية رسميا من طرف وزير الاتصال عبد القادر مساهل، وبحضور إطارات في الدولة وشخصيات رياضية. وسلم سليماني جائزته لمحمد علي بوغازي مستشار رئيس الجمهورية الذي أشاد بهذه المبادرة. الكرة الذهبية التي أحرزها على جدارة اللاعب المتألق إسلام سليماني، والتي قررت الحركة الرياضية الوطنية ولا سيما أسرة كرة القدم إهدائها إلى فخامته، على المجهودات الكبيرة المتواصلة وسعيه الدؤوب من أجل ترقية الممارسة الرياضية في الجزائر وكرة القدم على وجه الخصوص، ولعل هذا من أهم شواهد هذه العناية والرعاية الإنجازات والمنشآت التي تجسدت ميدانيا في ظل عهدته. فشكرا لكم جميعا على هذه الالتفاتة العابقة بأسمى معاني الامتنان، والتي ستبقى محل تقدير واعتزاز بالغين. وهذه مناسبة أتوجه بأزكى التماني بالتوفيق للمشرفين على الرياضة واللاعبين، كما تمنى كذا التوفيق لسفرائنا في البطولات المختلفة حيث المنافسة على شدها. ولا ننسى أخلص أمنياتنا لمنتخبنا الوطني لكرة القدم بالحظ السعيد والمشوار المشرف في نهائيات كأس العالم بالبرازيل. إسلام سليماني عبر عن افتخاره بمنحه كرته الذهبية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أن الأمر مجرد مبادرة متواضعة من طرفه تجاه رئيس الجمهورية الذي لم يبخل بأي جهد من أجل الرقي بالرياضة الجزائرية وكرة القدم. اللي تحصلت عليه هذه السنة، ما ننساش نقول بلي هذه الجائزة بفضل زملائي بالفريق الوطني، باسكو بدون زملائي الفريق الوطني مانيش هنا في معكم هنا. بالنسبة لي أنا حاب نقدم هذه الجائزة لفخامة الرئيس الجمهورية كهدية رمزية لكل المجهودات اللي يقوم بها للرياضة الجزائرية وكرة القدم.